عقد حاكم إقليم إنذي الشرق الجنرال حسن الجنوب لقاء ضم مختلف المسؤولين بالإقليم للتفاكر حول تسيير الأمثال لموارد الدولة ووضع الخطط الكفيلة من أجل تنمية إقليم إنذي الشرق. فاطمة داود الحمر. الاجتماع الذي عقده حاكم إقليم إنذي الشرق الجنرال حسن جروبو يهدف إلى مناقشة العديد من القضايا التي تواجه الإقليم، هذا وقد طالب الحاكم المسؤولين من إداريين وعسكريين ومدنيين للعب بدورهم المنوط بهم والعمل من أجل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الهادفة إلى احترام السلم الإداري من أجل تنفيذ خطة الإدارة الرشيدة، هذا وقد شدد حاكم الإقليم على ضرورة العمل معا بغية الوصول إلى الأهداف التي شملها البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية والذي يسعى إلى تحقيق رفاهية أفضل لكافة سكان تشاد، وأن إقليم إنذي الشرق ليس بمنأى عن باقي أقاليم البلاد. كما نوه الحاكم الجنرال حسن جروبو إلى ضرورة العمل إلى تقديم نوعية تعليمية أفضل ورعاية صحية للسكان طبقا لما هو محدد من قبل وزارتي الصحة العامة ووزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن التنمية عبر التعليم وحصول المواطن على الرعاية الصحية اللازمة. وصفنا أمل هم قال فوق ده مش اللي دورة دولة مش اللي دور دورة لحكومة ما يلا فوق يشيل له يخدم ده بس يعني رينيو أول ده حاجينا وافقنا وتعفقنا كلك يعطوا كل يقرب أمله وقاموا ما خدموا إن شاء الله. ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف قام حاكم الإقليم بتشكيل لجنة تضم المسؤولين الإداريين والعسكريين بالإقليم تحت إشرافه، هذه اللجنة تقوم بمتابعة ومراقبة كل العثرات التي تعترض سبيل تقدم المنطقة، هذا ونشير إلى أن حاكم الإقليم الجنرال حسن جروبو طالب سكان الإقليم للعمل مع اللجنة بغية الوصول إلى الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤها.